أنا مروة أحمد عبد العزيز، زوجة المواطن المتهم دلوقتي في السجن الحربي محمد عبد الحميد محمد. يوم 29/6 الصبح جوزي خد ورقة تموين عشان يروح وزارة التضامن يقدم لنا على بطاقة تموين، وهو راجع كان في ضرب قدام وزارة الداخلية كده كده طريق الرجوع عشان هيركب المترو زي أي واحد داخل عشان يشوف فيه إيه. كان في ناس كتير بتموت، كان في ناس كتير مصابة. كنت بتصل بيه بكلمه في التليفون، محمد أنت فين؟ قال لي أنا جاي بس في واحد توفى فهوديه المستشفى وهاجي. بعد كده معرفش عنه أي حاجة، فضلت لحد يوم الجمعة معرفش عنه أي حاجة. لقيت تليفون جاي جوزك في المعتقل. على ما بدأت الزيارة، لأن أنا كنت والدة لسه بقى لي 10 أيام ما كنتش بعرف أروح، كان أخويا اللي بيروح، عرفت إن جوزي اتاخد من المستشفى عشان أسعف واحد مصاب وداه المستشفى. لما رحت الزيارة بعد كده سألته محمد أنت عملت حاجة؟ قال لي والله العظيم كل اللي أنا عملته إن كان في واحد واقف جت على وشه قنبلة مولوتوف موتته، شلته حطيته في عربية الإسعاف، جم ورانا خدونا من عربية الإسعاف من قلب المستشفى نفسها. بعد ما طلعنا وحطينا الناس خدونا من قلب المستشفى. لو يرضي ربنا الظلم اللي احنا فيه خليه، حرام عشان انا عندي طفل عندها شهرين وعندي طفل عنده 3 سنين. يرضيهم اللي هم عاملينه في الناس، ويرضيهم ان ام باطفالها تقضي رمضان من غير جوزها وهو العائل الوحيد، لان انا جوزي عامل في محل وقبضه باليوم. لو يرضيهم اللي هم بيعملوه في الناس ويرضيهم ان الناس كلها تفضل كده يبقى كده. غنى عن اساليب التعذيب اللي في السجن جوه، الميه نص ساعه، مفيش اكل كويس، دول في معتقل مش في سجن. هما بيقولوا دلوقتي السجن الحربي ده معتقل مش سجن، ما بيتعاملوش هناك كبني ادمين. رحت جلسه واسال على جوزي، جوزك في المستشفى، اعرف بعد كده ان جوزي اتضرب، وضرب الجيش مش ضرب يعور، ضرب بيحدث كدمات بس. عرفت ان جوزي في المستشفى، وللاسف ما حدش بيرضى يقول قدامنا غير يوم القبض عليه. سمعته بالصدفه كان بيكلم واحد بيقول له لما اتقبض علينا شدونا وقعدوا يضربوا فينا، وكل اللي قابلنا يضرب فينا. في وسط المسافه رشوا في وشنا سبراي بالشطه، خلوا عينينا تدمع ومناخيرنا تسيل، خلوا كل الاهالي اللي ماشيين حوالينا دول مالهم يقولوا لهم دول شمامين عشان تعرفوا اللي انتوا بتقولوا عليهم ثوار، دول شمامين بتوع التحرير. خلوا الاهالي كمان ضربت فيهم لحد ما ربنا رزقه براجل كبير. يا ابني ليه كده بتعمل في نفسك كده؟ قال له يا حاج حط ايدك على وشي وانت تحس. راجل شم ريحه الغاز، ريحته شطه. راحوا العساكر ركبوه العربيه في ساعتها عشان ما يكملش كلام مع بقيه الناس. ادي الظلم، ادي اللي بيقولوا الجيش يحكم البلد حكم عدل، ده مش حكم عدل. يأذوا الناس ويتهموهم ويقولوا الناس شمامين، يتقوا الله، يتقوا الله، دي ناس عندها اطفال وكلهم شباب، كل اللي في السجن جوه شباب، مفيش حد كبير. اكبر واحد جوزي في المجموعه ال 22 اللي اتاخدوا يوم 29/6، اكبر واحد محمد جوزي، والوحيد اللي متجوز وعنده طفلين. الباقي كله شباب متعلم، شباب جامعي، شباب مثقف، وللاسف متاخدين من غير برضه ما يعملوا حاجه. والله العظيم كلها تهم متلفقه من اسم عبدين، اسم عبدين ملفق لهم كل التهم، وللاسف كلها بقت قضيه واحده، التعدي على وزاره الداخليه بالحجاره. قولي لي واحد بيسعف واحد يحطه في عربيه الاسعاف يقولوا عليه ازاي بيحدف الوزاره؟ ازاي؟ ازاي بيعملوا تحريات وبيسالوا عن الناس فين التحريات؟ ما جابوش ليه الضابط اللي كتب المحضر وحب يضربه هناك عشان يمضي على المحضر وقول ان انت عملت كده، وقول ان انت ضربت العساكر، وقول ان انت عملت كده، ما رضيش يمضي على المحضر في الاسم. طبعا في اسم عبدين اتضرب هناك وبات ليله في اوضه بيقولوا عليها الثلاجه، الله اعلم باللي بيحصل فيها جوه. تاني يوم راح على السجن الحربي، وكيل النيابه بيساله قال له يا فندم انا كنت بعمل بطاقه التموين وراجع، والله ده اللي حصل، لقيت واحد ميت شلته حطيته في عربيه الاسعاف خدوني من المستشفى. حاول وكيل النيابه هناك ايه يا محمد طب ورقه التموين فين؟ قال له الضابط خد كل اوراقي. مع العلم انا جوزي عضو في حزب الوطن، رحت الحزب بتوع الحزب قالوا مش هنقدر نعمل حاجه، مش هنقدر نعمل اي حاجه يا فندم، ده كان والله العظيم بيعمل بطاقه التموين محدش هيقدر يعمل له اي حاجه، ده في السجن الحربي، والسجن الحربي مش هينفع حد يطلعه منه، اعمل ايه؟ اروح لمين؟ رحت قدمت شكوى في وزاره الدفاع خدوها مني. رحت اسال عليها من كام يوم لما عرفت ان جوزي اتاجل اسبوع تاني. ادبني غير ان النقيب اللي هناك قال لي والله شكوتك اتقدمت للمشير، ولما المشير يبعت لنا رد هنعرف جوزك هيطلع امتى. انا مش مطالب ان انا ادور لك على الشكوى بتاعتك واجري وراها، ده الرد اللي اترد علينا في وزاره الدفاع يوم الاربع الصبح، انا ومامي في واحد تاني اسمه احمد زكي وهي نقيب في الجيش او ضابط، هي تقريبا رتبه، وبيتكلموا قال لها شكوتك لسه راحه للمشير، لما المشير يرد علينا هنعرف الناس دي هتخرج امتى. محدش بيسيفنا، محدش بيعمل لنا اي حاجه. قدمت شكوى واتنين وتلاتة، وبعدين هفضل انا كده عايشة معايا طفلين وقاعدة في شقة بالإيجار وجوزي عامل باليوم عشان خاطر الظلم؟ فين الجيش اللي بيحكم بالعدل؟ فين الجيش اللي ماسك البلد؟ فين؟ يا رب يكونوا هم سامعيني، لأن القاضي بنفسه قال النطق بالحكم يوم الأربع بعد ما ينزلوا ويترحلوا ويركبوا عربية السجن، نعرف إن القضية اتأجلت أسبوع تاني؟ بالله عليهم والله العظيم لو في قلوبهم رحمة كانوا خرجوا الناس دي قضت رمضان مع أهاليها، لأن الناس دي ما عملتش أي حاجة.
لو ببصوا المنظر الشباب اللي هيهدموهم ويدوهم احكام عسكريه وهم عارفين الحكم العسكري شكله ايه، كانوا رافوا بحال الشباب دي. ده شباب البلد، ده شباب البلد، ليه بيهدموهم؟ ليه بيدمروا شباب البلد بالطريقه دي؟ ليه؟ ليه؟ لو هو بيحكم كده افتكر ان ابنه ممكن يكون في نفس المكان، وابنه كان بيسعف واحد واتاخد واتقبض عليه الظلم، عمره ما كان فكر يحكم ويخليهم كل المده دي بعيد عن اهاليهم.